تداول النشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر صورة للفنان الراحل فاروق الفيشاوي قبل وفاته بأيام قليلة على حد قولهم، مشيرين إلى أن الصورة تم التقاطها قبل دخوله للمستشفى بعد تدهور حالته الصحية. دي الصورة اللي نشروها وقالوا إن هي تعتبر آخر صورة قبل دخوله المستشفى. الله يرحمه، كان باين عليه المرض فعلا. ودي صور نادرة نشروها برضو لزوجاته اللي هما الثلاث زوجات، منهم الأولى سمية الألفي. دي صور نادرة ليهم مع بعض، وهنا مع أحمد وعمر. وهنا مع الزوجة الثانية سهير رمزي. دي صورة نادرة برضو. ودي الزوجة الثالثة اللي هي نوران، ودي الصورة الوحيدة اللي موجودة على الإنترنت ليهم مع بعض. الفنان فاروق الفيشاوي أعلن عن إصابته بالسرطان خلال افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأكد أنه سيتعامل معه على أنه نزلة برد، في إشارة منه إلى التحدي والانتصار على المرض. ربنا يقومه بالسلامة. يذكر أن آخر ظهور للفنان فاروق الفيشاوي كان في عزاء الفنان عزت أبو عوف الذي أقيم 2 يوليو 2019، ودي كانت صورته خلال عزاء عزت أبو عوف. الفيشاوي مولود 5 فبراير 1952، ممثل مصري معروف بأدواره الملائمة للشخصيات المتقمصة. ولد بإحدى قرى مركز سيرس الليان بمحافظة المنوفية في يوم 5 فبراير عام 52 لأسرة غنية جدا مكونة من أبوين وخمس أشقاء، بنتين وثلاث أولاد، كان فاروق أصغرهم. توفي والده عندما كان في 11 من عمره، فتولى رعايته وتربيته شقيقه الأكبر رشاد. حصل على بكالوريوس في الطب العام، وقبلها على ليسانس آداب في جامعة عين شمس، وكان الظهور الكبير له في فيلم المشبوه مع عادل إمام. ويعرف عن الممثل المصري فاروق الفيشاوي زواجه 3 مرات، أحدهما من خارج الوسط الفني من السيدة نوران، وزيجتين فنيتين من سمية الألفي التي أنجب منها ولده أحمد الفيشاوي الذي سلك هو الآخر عالم التمثيل. كما تزوج الفيشاوي لفترة من الممثلة سهير رمزي والتي شاركها في بعض الأعمال، منها فيلم زوجة محرمة. أنا مع سمية الألفي فنانة المحبوبة، ونشوف معاناتها بعد شوية. أنا مع سهير رمزي. سمية الألفي مولودة 23 يوليو 1953، هي ممثلة مصرية كان أول أزواجها فاروق الفيشاوي لمدة حوالي 16 سنة أو أكثر، جمعت شمل النجمين في عش زوجية واحد بعد أن أتم زواجهما في 7 فبراير عام 74 في سن مبكر، قبل حتى أن ينال قسطا ضئيلا من الشهرة على شاشة السينما أو التلفزيون، لأن الحب بينهما كان أقوى من أن يفكر فيما يحمله لهما المستقبل. كان ذلك في مطلع السبعينيات، وقتها كان الفيشاوي طالبا في كلية الآداب جامعة عين شمس، وفي نفس الوقت يدرس بالمعهد العالي للفنون المسرحية. وكانت سمية طالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة، كلاهما يعشق المسرح ويقدسه، حتى جمعهم القدر في عرض واحد يحمل اسم سندريلا، وكما هو معروف عن القصة أنها قدمت للطفل. لعب الفيشاوي دور الأمير، وكانت سمية هي سندريلا، حتى تحول التمثيل والخيال إلى حقيقة نمت بينهما، جعلت منهما حبيبين فعلا لا يشغلهما إلا استكمال حياتهما معا ليعلن زواجهما عام 74. كان سن فاروق حينها 22 سنة بينما سمية 21 سنة، لذلك قرر أن يؤجل الإنجاب قليلا حتى تستقر أوضاعهما ويبلغ من العمر ما يؤهلهما لتحمل مسؤولية طفل بجانب الزواج. وبالفعل استمر زواجهما 6 سنوات بدون إنجاب، حتى رزق بالممثل الشاب أحمد الفيشاوي عام 80، ويبدو أحمد مشاكسا منذ الطفولة.
ويكشف عن رغبة أمه في أن ترزق في خلفتها الثانية بأنثى لولا القدر الذي منحها عمر الأخ الأصغر لأحمد. تلك الرغبة التي تعارضت كليا مع أمنية الابن والأب اللذين فرحا بانضمام ولد ثاني للأسرة. انتهت علاقة فاروق وسمية الرسمية بالطلاق في مطلع التسعينيات، إلا أنهما حتى يومنا هذا يعتبر ما بينهما صداقة لن تنتهي أبدا، وأنهما رغم الطلاق ما زال بينهما ودا كبيرا وتواصلا مستمرا. لعلمين أحمد الفيشاوي ابنهم وهم مع الشمال، وهنا دي برضو صورة تانية تجمعهم مع ابنه، وهنا سمية الألفي مع ابنها عمر، هنا مع عمر مع فاروق الفيشاوي. ولكن خلافا لذلك فسمية تزوجت 3 مرات غير فاروق الفيشاوي، فهي تزوجت من المطرب مدحت صالح، ولكن سرعان ما دبت الخلافات بينهما وحدث الطلاق. ده مع مدحت صالح. سمية تزوجت أيضا من الملحن مودي الإمام شقيق حسين الإمام، ومن المخرج جمال عبد الحميد، ولكنها كانت زيجات قصيرة جدا للأسف. هنشوف معاناتها بقى مع المرض. رحلة من الألم والمعاناة كانت تعيشها الفنانة الجميلة سمية الألفي منذ أكثر من عام، دخلت خلاله غرفة العمليات 4 مرات، كانت أحدثها الجراحة التي أجراتها مؤخرا في ألمانيا. عانت كتير في رحلة الألم دي المعاناة. هنشوف ايه اللي حصل معاها، ودي من احدث صورها. قضت بسببها 7 ساعات داخل غرفة العمليات. سمية التي تحلم بأن تتمكن من الجلوس على كرسي لم تفقد الأمل خلال رحلة الألم، واعتبرت ما حدث لها أنه نعمة من الله، وتؤكد أنها محظوظة بحياتها وبأسرتها وبالفنان فاروق الفيشاوي الذي رغم انفصالهما لم يتخلى عنها لحظة واحدة، وأنها لا تفكر في العودة للتمثيل. وتضيف سمية: منذ عام ونصف العام شعرت بآلام شديدة في قدمي اليسرى، وأجريت فحوصات وتحاليل عديدة في مصر وسويسرا وألمانيا، حتى اكتشف الأطباء أنني أعاني من حالة غريبة ونادرة تتمثل في وجود كيس ضخم تكون من سائل النخاع الشوكي ويضغط على العصب، ولم يستطع الأطباء الاقتراب منه لخطورة ذلك على حياتي. فخضعت الأول جراحة وفشلت، ثم خضعت لجراحتين كانتا عبارة عن تجارب بسبب نظرة الحالة، وقام الخبير الألماني ماير بتركيب مسامير وشرائح في العمود الفقري. ولكن بعد 2 شهر عاودني الألم بصورة غير محتملة، ولم أستطع الحركة إلا على كرسي متحرك. أما الجراحة الأخيرة فقد كانت الأصعب بالنسبة لي، وقام بها الخبير المصري الألماني دكتور ياسر اللموني، الذي قال لي أنه من المستحيل أن يقترب أحد من هذا الكيس، لأن مجرد فتحه سوف يؤدي لانتشار سائل النخاع الشوكي في الجسم كله مما يسبب الوفاة. وقام بمحاولات لسحب السائل بإدخال حقنة في ظهري، وقام بنزع المسامير والشرائح التي وضعها الخبير الألماني، وبقيت في غرفة العمليات 7 ساعات. قاموا خلالها بتكسير بعض فقرات العمود الفقري، وقال لي الطبيب إن هذه العملية ربما تقضي على 7% من الألم، لكن يظل هناك 3% من الألم يمكن التغلب عليها بالمسكنات. دي سمية الألفي بأحدث صورها، ربنا يشفيها ربنا بالسلامة. ما أصعب ما واجهك في مرضك؟ حجم الألم الذي تعرضت له وهي آلام مرعبة، ظل الأطباء يعطونني حقن مورفين بعد كل جراحة لمدة 2 شهر، والتي يدمنها الجسم، ثم أخضع بعدها لبرنامج تدريبي حتى أقلع عنها. وقدرة الله العظيم جعلتني أستعيد الحركة على قدمي الآن، لكنني أبقى ممددة معظم الوقت في السرير ولا أستطيع الجلوس على كرسي، فلابد أن أظل مستلقية على السرير. إنها أشياء صغيرة لا نشعر بقيمتها إلا بعد أن نفقدها. وقد زادت تجربة المرض من إيماني بأن الله يحبني، لأن الابتلاء نعمة من الله. ربنا يقومها بالسلامة.
لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات، وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين، شكرا لكم.